واحد بيقول انا تعبان جدا من حروب الشياطين رغم اني اقوم بجميع وسائط النعمة فما السبب؟ ممكن الشياطين تحارب القديسين، يعني دي مش مشكلة. وما تفتكرش ان كل حروب الشياطين سببها ان قلبك بعيد عن ربنا، فما يهمكش، ربنا يساعدك وتنجو من حروب الشياطين. ولكن جايز تكون بتقوم بجميع وسائط النعمة مش من قلبك، يعني بطريقة شكلية ما بتجيبش نتيجة. لكن إذا قمت بجميع وسائط النعمة بطريقة روحية وعميقة ربنا ينجيك من حروب الشياطين.